عام وانتم بخير. نحن الآن في إقليم كردستان السليمانية بصحبة الشيخ حامد شاكر نجاد. كل عام وانتم بخير يا شيخ حامد. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. كل أنتم بخير. وأهلا وسهلا بي في كردستان. جزام شيخ عبد الناصر كاسي برادر بزوار شون. شكرا. أنا سعيد جدا بحضور أخي الكبير الشيخ. سلام بكونم به مردم عزیز و شریف مصر العربیه. شکر. آره. ان شاء الله که قرائمون عزیزانمون در مصر موفق و معید باشن. شکر. نتمنى لهم الموفقیت.